السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوتوكاد بيفتح لي اللوحة على آخر حاجة كنت واقف عليها. ممكن أحط كذا منظر بحيث إن أول ما يفتح يقول لي أنت عايز أنهي منظر منهم وأنهي حتة. يعني ممكن أخليه يفتح الحتة ديت أو يفتح الحتة ديت، يديني اختيارات كتيرة. أعملها إزاي الموضوع دوت؟ أجي من فيو وأقول له نبدأ فيو، تمام، وأعمل لوحة جديد أسميها مثلا دي إف. اوكي، هاجي على مكان تاني واقول له فيو نيمد فيو نيو واسميه مثلا دي اف التل 4. اوكي، هاجي مثلا الحته ديت واعمل فيو نيمد فيو نيو دي اف اف 7. اوكي، ممكن اخلي في 3 دي، اخلي ابعاد زي ما انا عايز. اوكي تمام، اقفل اللوحة فيس فيرست، اجي هنا فيو اوبن، تمام، دور الفيرست ده بس اعلم على سيلكت للفيو اوبن. هتلاقي بيديني الاختيارات اللي انا اختار منها، بحيث ممكن اختار المكان اللي انا عايز يفتح عليه اللوحة، تمام. بالمناسبة في خيار حلو أوي في الأوبن، مثلا عايز كل مرة يفتح لي على الفولدر دوت، يبقى موجود في الخيارات ديت. عايز أضيف الفولدر ده للخيارات ديت، هاجي هنا من تولز أقول له edit current folder to places، خلاص بقى موجود اهوت. بحيث ممكن أنا في أي مرة أقول له عمرو سليم أروح داخل على الفولدر اللي أنا عايزه. مشروع بستخدمه كتير أو المكان اللي موجود فيه الملفات الشغل بتاعتي.